صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله انا حبيت بس اعرفكم قبلها بيوم، انا ان شاء الله بكره انتظروني غدا الساعه 11 ل 10 بتوقيت مصر صباحا، توقيت القاهره مصر، تمام؟ في ضيافه اجمل شيف، صاحبه اجمل ابتسامه، شيف هاله فهمي، على قناه النهار الزرقاء، وان شاء الله الحلقه تكون حلوة وتكون جميلة وتنول رضاكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.